مساء الخير، يسعد مساكم المهندس سيد فرح مهندس العضلات. بكره يا اخوان مجمع النقابات بشميساني، اللجنه الاجتماعيه المدنيه اللي انا نائب رئيسها مستضيفين بكره يوم طبي مجاني اللي هو فحوصات مجانيه. فاي حد فيكم في عائلاتكم الاخوان المهندسين، في بتعرف مهندسين اصدقائك ممكن يستفيدوا، لو سمحت اعمل له منشن في التعليقات عشان يجونا بكره من الساعه 10 للساعة 4. أي حد بيجي يسلم علي حكون موجود طول النهار من 10 ل 4 بكرة مجمع النقابات بشميساني. أي استشارات انسى موضوع الفحوصات، أي استشارات بخصوص الدايت والتمرين كمان تعالوا نسولف. طيب بدي أحكي لكم على شغلة، على موضوع مهم الآن. يا أخوان الشيبس انتوا مثل ما عارفين وزي ما انا قلت على الصفحه من قبل، احنا في الاردن ما في عندنا توصيات من وزاره الصحه، مش عاملين توصيات، في شيء عندنا اسمه هرم ولا عم بقول لك ايش تاكل وايش ما تاكل. فخلينا انت لازم تكون معلم، لانه ابنك صغير هذا او بنتك ما بيعرفوا، يعني انت مسؤول عنهم. فعشان هيك لازم تكون شوي مثقف. شيبس كل يوم، شوكولاته كل يوم معلم ما بيصير. هذا الشيبس يعني اكتشفوا انه ماده مسرطنه، يعني دراسات صادمه جديده قاعد تطلع، ماده مسرطنه. الريكومنديشنز الان خلينا ننقل من غيرنا، ناخذ، لانه احنا ما عندنا يعني جايد لاين، ما عندنا توصيات، ناخذ من غيرنا. الان توصيات في الدول اللي عندها بقول لك معلم مره في الاسبوع اذا اكل شيبس الولد او بطاطا مقليه بكفي، وانت كمان كبالغ نفس الشيء، مره في الاسبوع ماشي، مرتين في الاسبوع بتدخل في خطر السرطان، بدون ما نحكي على الاوميجا 6 والزيوت المهدرجه الى اخره. يعني انت مشاكل كثيره، السكري ومشاكل في الكلى وبالدورة الدموية، لأنه هاي الزيوت المهدرجة معلم هي اللي بتسبب نوع من أنواع الالتهابات الخفيفة بالجسم اللي بتعمل تصلب الشرايين وانسداد الشرايين. يعني حتى مستوى عيال صغار ممكن تجي جلطة بالدماغ. فديروا بالكم يا إخوان، لا تطعموا أولادكم بطاطا، تعالوا أنتوا وعيالكم. المهندسين تعالوا أنتوا وعيالكم بكرة مجمع النقابات شميساني من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء، وخلينا نشوفكم واعملوا فحوصات واطمنوا على حالكم. موضوع ما بخوف، إذا عندك مرض بعيد الشر تكتشفه مبكرا. مساء الصحة والفخامة، يسعد مساكم. سيد فرح مهندس العضلات.